ويقول من أتبع؟ هنا حزب وهنا حزب، وهنا من يقول أنا على الحق، وهنا حزب إسلامي أو ما شابه ذلك، فماذا أفعل؟ نقول افعل ما أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذيفة لما ذكر دعاة الفتنة ودعاة على أبواب جهنم، قال ماذا أصنع يا رسول الله؟ ماذا قال؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم إمام، قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل جذر حتى يأتيك الموت، اعتزل انجو بنفسك.